عليكم ويا رب تكونوا كلكم بأحسن صحة وحال. مش كل مغص أو ألم في البطن بتكون نزلات معوية ولا قولون عصبي ولا قرحة في المعدة أو حتى التهاب في المرارة أو حصوات في المرارة. في أمراض مهمة جدا ما بناخدش بالنا منها مع الأسباب الأكثر شيوعا اللي أنا قلت عليها دلوقتي، وللأسف الأمراض دهيت إذا ما اكتشفتش بدري وبدأنا علاجها ممكن تؤدي إلى مشاكل مزمنة وعواقب وخيمة. فلازم دايما نحطها في اعتبار وإحنا بنعالج حالة التهاب أو ألام في البطن مزمنة. التهابات الجهاز الهضمي أو الأمعاء المزمنة، مرض كرونز ومرض تقرح القولون. المرضين دول الحقيقة من الأمراض المهمة جدا اللي ممكن تأثر على صحة الإنسان وممكن تؤدي إلى مضاعفات إذا ما اكتشفناهمش بدري، خاصة إن هما بيجوا في نفس الأعراض اللي بيجي بيها أمراض أخرى، بس ساعات بيزيدوا عنها في أعراض داخل الجهاز الهضمي أو خارج الجهاز الهضمي. عادة مرض كرونز بيجي في الأمعاء الدقيقة أكتر، بس ممكن يحصل في أي منطقة في الجهاز الهضمي. ومرض تقرح الأمعاء بيصيب أو ما تقرح القولون بيجي في القولون أكتر. المرضين دول للأسف مفيش سبب واضح وصريح ليهم، هي كلها احتمالات واستنتاجات، أهمها العنصر الوراثي والجيني اللي موجود في معظم الأمراض دلوقتي. يعني لو عندك أخ أو أخت أو أب أو أم مصابين بمرض كرونز أو مرض تقرح القولون، فرصتك هتبقى أكتر في الإصابة بيهم. السن، لاحظوا إن الأمراض دي عادة بتيجي قبل سن 30. لاحظوا إن الأمراض دي بتيجي، كرونز بيجي أكتر في السيدات وتقرح الأمعاء أو تقرح القولون بيجي أكتر في الرجال. خلل في الجهاز المناعي، يعني الجهاز المناعي بتاع الجسم بيروح يهاجم خلايا الأمعاء الدقيقة أو القولون وتحصل بينهم حرب مناعية بتؤدي إلى تقرحات نازفة أو أمراض في القولون أو في الأمعاء الدقيقة مزمنة. أو في نوع تاني من الخلل المناعي بيرد على، إذا كان في التهاب خارجي من فيروس أو بكتيريا بيصيب الجهاز الهضمي، بتروح مناعة الجسم تهاجمه، وبعد ما تنتصر على الميكروب سواء فيروس أو بكتيريا بتكمل حربها وتدخل على خلايا الأمعاء أو القولون وتؤدي إلى تقرحات داخل القولون أو الأمعاء الدقيقة. من ضمن الأسباب المهمة الأخرى، لاحظوا إن الناس اللي عايشة في الدول الباردة بتصاب أكتر من الدول الأكثر حرارة. لاحظوا إن الناس اللي عايشة في المدن الصناعية اللي هي المدن الرئيسية بيصابوا أكتر من الناس اللي عايشة في المناطق النائية والريف، يمكن بسبب الأكل المصنع والمعلب والفاست فود والأشياء اللي زي دي. لاحظوا إن الناس المدخنين بيصابوا أكتر، يعني في مرض كرونز المدخنين بيصابوا أكتر وتقرح الأمعاء بيصيب المدخنين وحتى الناس اللي تركت التدخين. طيب، تشخيص أو أعراض في الأول أمراض الأمعاء المزمنة أو التهابات الأمعاء المزمنة، اللي هي تحديدا أهمهم مرض كرونز ومرض تقرح القولون. ألم في البطن، مغص، نوبات إسهال أو إمساك، نوبات نزيف شرجي أو دم في البراز، حالة من الضعف العام والإرهاق، انسداد الشهية، ممكن تيجي بأعراض خارج الجهاز الهضمي زي قرح متكررة في الفم،
بسبب مرض كرونز اكتر، ممكن تيجي بسبب الام في المفاصل، ممكن تيجي طفح جلدي من حين لاخر، ممكن تيجي بالتهابات حوالين وتقرحات حوالين فتحة الشرج او حوالين الاعضاء التناسلية، ممكن تيجي بارتفاعات درجة الحرارة او الام في الظهر او الام شديدة في البطن. دي معظم الاعراض اللي بتيجي بيها التهابات الامعاء او القولون المزمنة. عشان نشخصها لازم نعمل شوية فحوصات نعرف بيها الأول هل هي مرض التهابات الأمعاء أو القولون المزمنة ولا قولون عصبي ولا شيء آخر. يبقى لازم نتكلم مع المريض لفترة كويسة ونفهم كل الأعراض وهل في عنصر وراثي ولا لا، في حد في العيلة عنده كرونز أو عنده مرض تقرح الأمعاء ولا لا. بعد كده بنكشف على المريض وبنشوف الآلام واخدة أي منطقة داخل البطن، وهل معاها أعراض زي طفح جلدي، قرح في الفم، آلام أو التهابات حوالين الشرج أو في المنطقة دهية أو حكة أو أشياء زي كده، وهل في نزيف بينزل مع البراز ولا لا. يبقى إذن نفهم من كده إن تحليل البراز مهم جدا. هنشوف فيه إذا كان في دم ظاهر أو دم خفي، هنشوف إذا كان في ميكروبات أو طفيليات، وممكن نحتاج نعمل مزرعة على البراز. تحليل الدم وصورة الدم الكاملة عشان نشوف إذا كان في أنيميا أو فقر دم بسبب النزيف، أو نشوف كريات الدم البيضاء وإذا كان في خلل في المناعة، ده كله ممكن يقودنا للتفكير في مرض تقرح القولون أو مرض كرونز. بعد كده ممكن نعمل إشاعة على البطن، إشاعة عادية بس دي بتفيد أكتر في حالات الألم الشديد أو الطوارئ أو إذا كنا متوقعين انسداد في الأمعاء أو حاجة. ممكن نعمل إشاعة بالصبغة بس دي قلت برضو استخدامها دلوقتي، اللي هي حقنة شرجية بالباريوم بيعقبها مجموعة من الصور بالإشاعة السينية العادية بتبين إذا كان في تقرحات أو لأ. ممكن نعمل منظار شرجي ودوت من اهم اساليب التشخيص، والمنظار ممكن يترتب عليه ان احنا ناخد عينه عشان نحللها عشان نشوف الخلايا ماشيه اكتر مع كرونز او تقرح الامعاء او اي شيء تاني. ممكن نعمل اشعه مقطعيه او رنين مغناطيسي عشان نشوف اذا كان في تقرحات أو أورام لا قدر الله أو حاجة داخل القولون أو حوالين المعدة والقولون والأمعاء الدقيقة. في كبسولة ذكية بيبلعها المريض وبتنزل للأمعاء الدقيقة وتاخد مجموعة من الصور للأمعاء الدقيقة وبتخرج مع الفضلات، وبعد كده بناخدها ونحلل الصور اللي فيها ونشوف في تقرحات ولا لا. ممكن نعمل إشاعة تلفزيونية عادية عشان نشوف إذا كان في أي حاجة حوالين الأمعاء في منطقة الكبد أو الأشياء اللي زي كده. مجموعة من الفحوصات هتساعدنا كتير في معرفة السبب أو مدى توغل هذين المرضين من الجهاز الهضمي والأمعاء. طبعاً المرضين دول ليهم مضاعفات كتير، لا قدر الله ممكن يؤدوا إلى كانسر أو سرطان في القولون، ممكن يؤدي إلى نزيف شرجي طارئ قد يتطلب التنويم في الطوارئ، ممكن يؤدوا إلى تقرحات شديدة نازفة والتهابات شديدة حوالين فتحة الشرج، ممكن زي ما قلنا يؤدي إلى تقرحات مزمنة في الفم، ممكن يؤدوا إلى ضعف في الجسم ومناعة الجسم بسبب انقيادها أو ذهابها لمنطقة الأمعاء والقولون. مضاعفات كتير ممكن تؤدي إلى آلام مزمنة في البطن ما بتروحش بالعلاجات التقليدية. طيب نعالجهم إزاي؟ عادة علاجهم بيكون يا إما علاج موجه للأعراض أو علاج موجه لمضاعفاتهم أو الحالات الطارئة بتاعتهم، يعني حاجات مضادة للمغص والألم والإسهال، حاجات مضادة للنزيف،
بندي علاجات مضادة للالتهاب زي مادة السلفاسلازين اللي بتستخدم عشان نقلل الالتهابات المناعية داخل الأمعاء. ممكن ندي مضادات حيوية عشان إذا حصل التهاب بكتيري على صديدي على القرح اللي موجودة أساساً. ممكن ندي كورتيزون في صورة حبوب عشان نقلل النشاط المناعي داخل الأمعاء أو القولون. وممكن ندي كورتيزون في صورة إبر ومحاليل في الحالات الطارئة اللي معاها نزيف شرجي حاد. مادة الهيدروكورتيزون قد تكون مفيدة جدا في الظروف اللي زي دي. ممكن ندي أدوية مناعية في صورة إبر أو حبوب زي الأدوية اللي بتشتغل على الأمراض المناعية الأخرى أو بعض حالات الأورام اللي بتستخدم فيها الأدوية الكيميائية أو المناعية. في علاجات حديثة في صورة إبر بتتاخد أسبوعي أو كل أسبوعين مدى الحياة بتشتغل على تقليل نشاط بعض أنواع المواد المناعية داخل الجسم زي حاجة اسمها تيومر نيكروزيس فاكتور أو عامل النخر الورمي، ترجمة حرفية ليه يعني، وديت بيفضل ماشي عليها المريض مدى الحياة. طيب ممكن ندي حاجات تقلل النزيف زي ما قلنا، وبعد كده قد يتدخل الطبيب الجراح في علاج هذين المرضين عن طريق علاج لا قدر الله حاجة بتحصل من ضمن المضاعفات اللي هي النسور ما بين الأمعاء بسبب التقرحات، أو حتى خرم في الأمعاء، أو حتى لا قدر الله نتوءات داخل الأمعاء بسبب العملية الحرب المناعية اللي دايرة جوه. قد يتطلب الأمر عملية جراحية لاستئصال أو غلق ناسور أو لفتح انسداد في الأمعاء حصل بسبب تليفات بسبب التقرحات. قد إن احنا نعمل جراحة لاستئصال جزء من القولون أو الأمعاء الدقيقة بسبب نزيف أو تقرحات شديدة في المناطق دي. كلها حاجات جراحية ممكن تتعمل لإنقاذ المريض أو وقف المرض شوية. نصايح مهمة جدا في التهابات الأمعاء المزمنة كرونز ومرض تقرح الأمعاء. بطل التدخين، حاول تلجأ للسوائل الكتير والأكل الصحي اللي فيه ألياف كتير ومفهوش مواد مصنعة كتير، معلبات وفاست فود. قلل الاسترس والضغط النفسي على نفسك. حاول تعمل رياضة بصورة مستمرة كتير. حاول تبعد عن الأكلات اللي بتثيرك جدا. إذا لا قدر الله عرفت إن أنت مصاب بمرض كرونز أو مرض تقرح الأمعاء، حاول إن أنت تتأقلم مع المرض وتعرف إن أنت ممكن تعيش حياة عادية إذا ظبطت المرض وظبطت نظامك الغذائي ونمت كويس وقللت التدخين أو منعته. حاول تأقلم نفسك وماش نهاية العالم، وإن في أدوية بتسيطر على المناعة مدى الحياة فلازم تتعايش معاه وتعيش حياتك طبيعي. وشفنا مرضى كتير عندهم الأمراض اللي زي دي وبيعيشوا حياتهم طبيعي وبيتزوجوا وبيخلفوا عادي جدا. حاول بقدر الإمكان تتأقلم مع كرونز وتقرح الأمعاء، واعلم إن أنت إذا كان عندك نزيف في البراز أو متكرر أو إسهال مزمن أو إمساك مزمن، روح لدكتورك واتكلم معاه عشان لو كان في حاجة من المرضين دول نبدأ علاجها على طول وتتحسن بأسرع وقت ممكن. وأتمنى لكم جميعا الصحة والسعادة، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وتفعيل جرس، وأشوفكم على خير. سلام عليكم.